وزير المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ضيفة هذه النشرة. مساء الخير مرة أخرى. أهلا وسهلا. طيب سيد الوزير، مع كل هذا الجدل حول خطورة هذه النفايات، المواطن يريد أن يعرف حقيقة الأمر. أولا اسمح لي نقول لك بأنني كمواطنة وكمناضلة في الميدان البيئي من منذ 25 سنة وكمسؤولة في الوزارة، الهم الوحيد ديالي هو أن البرامج ديال الوزارة تكون في قلب وفي صلب المحافظة على صحة المواطنين. باش نكونوا واضحين، ماشي أنا اللي غادي نلخص أي مشروع كيف ما كان حاله ومعند من مجا ماشي في صالح الصحة ديال المواطنين، لأنه فاش كنهضر على صحة المواطنين كنهضر على الصحة ديال وليداتي وديال خوتي وديال عائلتي وديال المواطنين المغاربة خوتي كاملين. هذه مسألة مهمة جدا وبغيت المغاربة يفهموها، وأنني مناضلة حقوقية وأنا كذلك ناضلت وساهمت في الحق في البيئة السليمة في الدستور ديال المملكة المغربية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، علاش كنتكلموا؟ كنتكلموا على واحد الشحنة ديال قالوا نفايات خطيرة اللي جات للمغرب. أولا المغرب عنده واحد التاريخ مع هاد النفايات، النفايات اللي كتدخل المغرب كتدخل على إثر قانون دولي، اتفاقية دولية اللي صادق عليها المغرب في البرنامج المغربي واللي كتعطيه الرخصة لأي مغربي كيتاجر أو كيصنع هاد النفايات باش يمكن له يستردها. شنو هي المراحل؟ أول حاجة كيجينا إشعار من البلد المصدر ديال هاد النفايات بأن هاد النفايات غير خطيرة، وكتجينا واحد الإشعار كذلك اللي فيه شنو هي لي كاركتيرستيك ديال هاد النفايات، الخصوصيات ديال هاد النفايات من ناحية التلوث. شنو كنا كنديرو قبل 2014؟ وهذه اللي بغيت المواطنين المغاربة يفهموا. قبل 2014 كنا كنتناول هاد القانون ديال هاد الاتفاقية ديال بال اللي هي كتعطي ضمانات دولية بأن هاد النفايات غير خطيرة، وكنا كندخلو كنعطيو الرخص لهاد النفايات. الآن شنو هو الجديد؟ الجديد هو أننا من 2014 درنا قوانين جديدة ودرنا مساطر جديدة ودرنا مختبر وطني ودرنا شرطة بيئية ودرنا قانون اللي ودرنا اتفاقية مع الصناع اللي باغيين يحرقوا هاد النفايات واللي كانوا كيحرقوها تحت إطار قانون بال. درنا معهم اتفاقيات وقلنا لهم شرط، وقفنا الرخص لمدة 7 شهور وقلنا لهم شرط واحد هو أنكم تعملوا معنا بالمعايير الأوروبية باش كيعملوا المصانع الأوروبية، وتبينوا لنا بأن الاستثمارات اللي درتوا في المعامل ديالكم هي استثمارات اللي كتجاوب في حرق هذا المنتوج مع المعايير الأوروبية. علاش كنتكلموا؟ اسمح لي غير باش نفسر. كنتكلموا على واحد الخليط اللي هو مصنع اللي في أوروبا ما بقاوش كيقولوا له النفايات النوعية. رجعوا كيتكلموا على محروقات صلبة بديلة في أوروبا، بحيث في أوروبا هاد النفايات شنو فيها؟ فيها الوراق، فيها الكرتون، فيها العود، فيها البلاستيك، وهاد الخليط هو معقم، هو منشف، كيطلعوا له القيمة الحرارية، ورجعت عنده قيمة في أوروبا كتسوى الآن ما بين 35 أورو و45 أورو. طيب تحدثنا عن النوعيات، تحدثنا على الإطار القانوني. من الأخبار المتداولة أيضا أن أوروبا يعني ترغب في التخلص بشدة من هذه النفايات لأنها تشكل تهديد لبلدانها.